بالعلم نبني يا أخي حضارة، ونعيد أمجاد الرعي للأوائل. بالنسبة للدين عند الله هو الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكل من طلب دينا سواه فهو ضال مضل ومصيره إلى النار. فقد قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد أخذ الله العهد على إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى وكل أنبياء الله إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وينصروه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ والله سبحانه وتعالى ختم ديانة إلى أهل الأرض بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: وخاتم النبيين. فلا رسول ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا وحي إلى أهل الأرض بعده. وعيسى بن مريم عندما ينزل حكما في آخر الزمان يحكم بملة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمه الله الكتاب والسنة، ويعلمه الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة، ولا يحكم بملته المنزلة عليه ولا بالإنجيل الذي أنزل عليه، بل يحكم بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. وما سوى ذلك من السعي لإرضاء اليهود والنصارى بتغيير الإسلام وصناعة دين جديد على وفق أهوائهم، كله داخل في قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومصيره إلى الفشل والضياع، ولا يمكن أن يقتنع به مسلم، فالمسلمون ليسوا في شك من أمر دينهم.